مرحباً بالجميع. اليوم نتعمق في الدول الناطقة باللغة العربية ونستكشف تنوعها النابض بالحياة، فلنبدأ رحلتنا. المملكة العربية السعودية. العربية هي اللغة الرسمية بامتياز في المملكة العربية السعودية. الإمارات العربية المتحدة. العربية هي اللغة الرسمية، والإنجليزية تنسج خيوطها البارزة في مجال الأعمال والسياحة. قطر. العربية تحمل اللقب الرسمي، بينما تجد اللغة الإنجليزية مكانتها في مجال الأعمال والتعليم. سلطنة عمان. العربية هي اللغة الرسمية التي تسود في سلطنة عمان. البحرين. العربية هي اللغة الرسمية التي تسود، واللغة الإنجليزية تشاركها المسرح. الكويت. اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وتحظى اللغة الإنجليزية أيضاً بأهمية كبيرة. العراق. اللغة العربية والكردية تتقاسمان الضوء كلغتين رسميتين في العراق. سوريا. اللغة العربية هي اللغة الرسمية في سوريا. لبنان. اللغة العربية هي اللغة الرسمية، بينما تحظى اللغتان الفرنسية والإنجليزية باستخدام واسع. الأردن. اللغة العربية تحمل بفخر لقب اللغة الرسمية في الأردن. فلسطين. تحتل اللغة العربية مكانة اللغة الرسمية في فلسطين. مصر. اللغة العربية هي اللغة الرسمية في مصر. السودان. تتقاسم اللغة العربية واللغة الإنجليزية الأهمية كلغتين رسميتين، ويكتمل المشهد بفسيفساء من اللغات الأصلية. اليمن. اللغة العربية هي اللغة الرسمية السائدة في اليمن. ليبيا. اللغة العربية هي اللغة الرسمية في ليبيا. تونس. اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وتتماشى مع اللغة العربية التونسية واللغة الفرنسية التي تحظى بشعبية كبيرة. الجزائر. اللغة العربية والأمازيغية، التمازيغت، معترف بها رسمياً وتعايشاً جنباً إلى جنب مع الاستخدام الواسع للغة الفرنسية. المغرب. اللغة العربية والأمازيغية، التمازيغت، تتمتعان بصفة اللغتين الرسميتين مع انتشار استخدام اللغة الفرنسية. موريتانيا. اللغة العربية والفرنسية معترف بهم كلغات رسمية، إلى جانب صدى اللهجة الحسانية العربية واللغات الأصلية المختلفة. تشاد. اللغة الفرنسية واللغة العربية هما اللغتان الرسميتان، بينما تزدهر مجموعة كبيرة من اللغات الأصلية. الصومال. الصومالية والعربية ليستا إلا لغتين رسميتين مشتركتين في الصومال. جيبوتي. تتشابك اللغتان الفرنسية والعربية كلغتين رسميتين، بينما تزين اللغة الصومالية والعفرية النسيج اللغوي. جزر القمر. اللغة العربية والكومورية والفرنسية هي اللغات الرسمية في جزر القمر. إريتريا. اللغة العربية إلى جانب التغرينية تحتلان مكانة اللغة الرسمية في إريتريا. إيران. اللغة الفارسية هي اللغة الأساسية، ولكن هناك العديد من اللغات الأخرى التي تزدهر، بما في ذلك الأذربيجانية والكردية والعربية. كندا. على الرغم من أن اللغة الإنجليزية والفرنسية هما اللغتان الرسميتان، إلا أن فسيفساء من اللغات تزين المشهد اللغوي، مثل البنغابية والإسبانية والماندرين والعربية والتاغالو، إلى جانب العديد من اللغات الأصلية مثل الكري والأينوكتيتوت والأوجيبواي. شكراً على المشاهدة. إن أعجبك هذا الفيديو ففضلاً اضغط إعجاب واشترك بالقناة وشارك الفيديو مع أصدقائك. فلنلتقي في الفيديو القادم.